واقتصاديا، قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إنه رغم الأزمات العالمية والتداعيات الاقتصادية فإن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية، من أهمها تحقيق الناتج الصناعي بإجمالي أكثر من تريليون جنيه لعام 2022 و2023، وذلك بمعدل نمو وصل 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 7 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية. أوضح أيضا أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.